السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الأحلام. وهي كيكة الأحلام فعلا هي جميلة جدا. هي عبارة عن الكيك مع البودينج، بنرش عليه السكر وممكن نضيف جوز الهند. جميلة جدا، سهلة قوي، سريعة جدا، وطعمها تحفة. وما بتاخدش وقت خالص. وزي ما احنا عارفين طبعا الشوكولاتة الاطفال كلهم بيحبوها، والبودنج الشوكولاتة كل الاطفال بيحبوه. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض النهاردة بمنتهى السهولة، واوعدكم ان هي هتعجبكم جدا وهتعجب الاسرة كلها. هنستخدم بيضة، معاها ربع كوباية زيت نباتي، ونص كوباية لبن، نص كوباية لبن حليب، وشوية فانيليا، رشة فانيليا، وكوباية سكر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا لغاية ما السكر يدوب تماما في السوائل. الخطوة دي مهمة جدا طبعا عشان السكر يدوب في السائل. تقريبا خلاص السكر اختفى عندنا وامتزج تماما مع السوائل. دلوقتي هنخلط المكونات الجافة، هي كوباية دقيق، هنحطهم طبعا في المصفى، هنصفيهم علشان ما يبقاش فيهم اي كتل، ومعاهم تلت كوباية كاكاو خام، ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج صودا أو البيكربونات. وهنبدأ ننزلهم على المكونات السائلة. طبعا الخطوة دي مهمة عشان ما يبقاش في العجينة اي تكتلات نهائي. وهنبدأ نخلط بالراحة. بدأ المكونات الجافة تمتزج مع المكونات السائلة ويكونوا خليط واحد. زي ما احنا شايفين القوام تقيل شوية، احنا عايزين نخففه، فبنجيب تقريبا ربع كوباية مية سخنة، هنضيفها بالراحة على الخليط، تقريبا ربع كوباية مش اكتر. والخطوة دي برضو مهمة جدا عشان يطلع الكيك هش. خلاص وصلنا تقريبا للقوام المظبوط. هنخلطهم كويس ونتأكد ان كل المكونات اختلطت وامتزجت مع بعض. هجيب صينية وهدهنها زيت، مسحة زيت كده خفيفة، وهبدأ انزل الخليط
واكون في الاثناء دي انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه، يعني على قد ما اقدر تكون الحراره هاديه. هي مش بتاخد وقت في السوا، تقريبا من 25 لنص ساعه، من 25 دقيقه لنص ساعه. تكون درجه حرارته متوسطه مش عاليه. خلاص الكيكة استوت عندنا، هتبقى بالشكل ده. هبدأ اعمل طبقة البودينج. هحط مكونات الجافة مع بعض الاول. هحط معلقتين كبار مليانين كاكاو خام، كوباية سكر، ومعلقتين كبار لمعلقتين ونص نشا، وهنزل عليهم بكوبايتين ونص لبن. وهقلبهم الاول قبل ما ارفعهم على النار، وهرفعهم على نار هادية لغاية ما القوام بتاعها يتقل كده، وبعدين هبدأ افردها على الكيكة. هتكون بردت، خلاص تقريبا فردتها خلاص كويس قوي اهو. هدخلها التلاجة، ولما تبرد هرش عليها بالمصفى كده سكر بودرة، بيديها طعم وبيديها شكل حلو. ممكن احط برضو عليها، انا حطيت حبة جوز هند كان عندي. هبدأ أقدمها، هقطعها بالسكينة. أنا مش عايزة أقول لكم ريحتها حلوة قد إيه، وطعمها جميل جدا، والأولاد والأطفال الصغيرين بيحبوها قد إيه، والكبار كمان. جربوها وقولولي رأيكم، وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم جدا. ثلاث طبقات اهو، طبقة الكيكة وطبقة البودينج وطبقة السكر البودرة وجوز الهند. ودي طبعا فقرة التذوق الطعم بقى، حاجة رائعة. ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة او اشتراك للقناة.